طب انا عايز ابدا الموضوع بقى من الاول. انت بتعمل حاجات على اليوتيوب علشان تقيم، او فيديوهات على اليوتيوب علشان تقيم الكتب او تهضمها للناس او تديهم معلومات. مظبوط. ايه الدافع وكنت متوقع تنجح ولا لا في عالم قد يتهم البعض انهم ما بيقروش؟ هو انا الموضوع البوك ريفيوز ده انا بعمله من قبل التشانل بكتير، يعني انا من ساعه تقريبا ما اكتشفت ان في حاجه اسمها سوشيال ميديا وانا موجود بعمل بوك ريفيوز، بس بتبقى كتابيه مكتوبه يعني. بعد كده دخلت على جود ريدز من المواقع المهمه جدا للقراء يعني. كنت لسه هسالك ايه الفرق ما بينك وما بين الجود ريدز؟ هو الجود ريدز بيبقى محتوى مكتوب، ما فيش فكره الفيديوز دي خالص. لكن بعد كده تقريبا من سنتين او سنتين ونص فكرت ان ليه يعني ان احنا بنجاري العصر، الناس دلوقتي بقت تحب تشوف المحتوى يبقى مرئي اكتر. فكرت ان انا اعمل تشانل، وحتى كتبت عندي بوست على فيسبوك ان انا بفكر في الموضوع، هل ممكن يكون في حد مهتم؟ كان في ناس كتير طبعا اتشجعت، وانا كان ليا صديقي اللي هو عاطف اللي بيصور معايا الحلقات. قال لي انا عندي كاميرا وانا بفهم في التصوير. الصاحب كويس رزق. مظبوط ده حقيقي. فهو طبعا عاطف من البدايه، وهو شريك في التشانل بصوره او باخرى يعني. وبدانا تصوير والامور مشت زي ما انتم شايفين كده.